ثقافة الغدير ننشرها بمختلف الانواع، الحقيقة العالم الناس لا يعرفون ثقافة الغدير، انتم لاحظوا كتاب المتحولون، هنالك بعض الافراد عرفوا ثقافة الغدير، فتحول إحنا كل واحد منا يمكن أن يكون له دور في نشر هذه الثقافة العام حفظه الله كان ينقل هذه القضية يقول شاب من إحدى البلاد اللي ما فيها موالين لأهل البيت إلا قليل صلوات الله عليه. هذا الشاب كان يجي عندي ويسألني بعض الأسئلة، وأنا كنت أظنه من الخط الآخر. في يوم من الأيام سألته أنت شنو مذهبك بمناسبة؟ فقال أنا من أتباع أهل البيت. فقلت له: وكيف؟ أنت من عائلة موالية لأهل البيت؟ قال: لا، أنا كل عائلتي من الخط الآخر، ولكن أنا لي قضية، وهذه القضية أني كنت في إحدى البلاد الأجنبية أدرس في الجامعة، وكان معنا صديق، انا في يوم من الايام ذهبت الى بيته بيت هذا الصديق قعدت في غرفته هو راح مثلا يجيب شاي او ما اشبه فشفت عنده مكتبه فلاحظت في المكتبه دوره من الكتب تحمل عنوان الغدير قلت خل اشوف شنو هذا الكتاب أخذت هذا الكتاب شفت دا يبحث عن قضية مجهولة عندي عندما صديقنا أجا قلت له أنت شيعي قال لي. قلت ليش لم تظهر لنا ذلك فلم يقل شيئا قلت تسمح انا اخذ هذا المجلد الاول من كتاب الغدير اطالع هذا الشاب في البلد الاجنبي جايب دوره الغدير يقول اخذت المجلد الاول ووجهت بمعلومات عجيبه لا اعرفها ثم المجلد الثاني ثم الثالث الى 11 مجلد كامله فرأيت أن هذا هو الحق، ومنذ ذلك الوقت انتميت إلى مذهب أهل البيت. <applause> العم يقول عندما اتفقت هذه القضية، العلامة الأميني كان حيا، وكان في مستشفى في طهران، تمرض فكان في المستشفى فانا قلت لبعض الاصدقاء العلامة الاميني الان مريض في مستشفى في طهران وبعدين متوفي في علة لاحظوا اثر هذا الكتاب العلام الاميني هنا وكتابه يصنع ما صنع هنا بعدين العام كان يعلق تعليق لطيف كان يقول علام الاميني في مستشفى طهران هو ما كتب هذا الكتاب في ايام شيخوخته ما كتب هذا الكتاب في ايام شبابه كتب هذا الكتاب عندما كان شاب يعني مثلكم مثلا